هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. 6 أسرى فلسطينيين يكسرون القيد. عملية تحرر غير متوقعة من سجن جلبوع الأكثر تحصينا لدى الاحتلال. تحرر الأسرى انتصار جديد للمقاومة وإثبات على أن تحرير الأرض والمعتقلين لا يكون إلا بمواجهة المحتل. بعد معركة سيف القدس وتحرر الأسرى، أي إرباك وهشاشة يعيشهما الاحتلال وحلف الحرب وأنصار التطبيع؟ مرحبا بكم. هم 6 أسرى عبروا في الصبح خفافا، عبروا من مستنقع السجن وعانقوا الحرية. 6 أسرى كسروا قيد الاحتلال وانتزعوا حريتهم وانتصروا. 6 أسرى فلسطينيين ومن خلال حفر نفق تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الذي يعد من أكثر سجون الاحتلال تحصينا ومراقبة. ضغوط السجن والإجراءات الكثيفة لم تقف عائقا أمام نضالهم، مثبتين مرة جديدة أن لا خيار سوى النضال والمواجهة والمقاومة. المقاومة التي لطالما أجبرت الاحتلال الإسرائيلي على الذهاب نحو مفاوضات للتبادل، وبالتالي نجحت في تحرير آلاف الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين والعرب. في كل فلسطين احتفالات بنجاح عملية التحرر من الأسر، أما في المقابل فنكسة لحكومة بنت ولجيش الاحتلال ولحلف الحرب وأنصار التطبيع. ما جرى هو إضافة جديدة لانتصارات الفلسطينيين التي أكدتها معركة سيف القدس وثبتها انتصار الأسرى 6 في عمليتهم الكبيرة. فأي إرباك وضياع وحتى صدمة تعيشها المؤسسات العسكرية والسياسية والأمنية الإسرائيلية بعد عملية تحرر الأسرى، وأي صورة بقيت من إسرائيل وجيشها الذي كانت تدعي أنه لا يقهر. إذن هذه عناوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيفينا. معنا من قطاع غزة المحاصر عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ نافذ عزام، ومعنا من جنين أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العربية الأمريكية وعضو المجلس الثوري في حركة فتح الدكتور جمال حويل. مرحبا بكما ضيفينا، شكرا لانضمامكما إلينا في المسائية. اسمحا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها نبدأ بهذا التقرير. عملية نوعية بطولية أنجزها 6 من الأسرى الفلسطينيين، 5 منهم من الجهاد الإسلامي والسادس قائد سابق في كتائب شهداء الأقصى، كانت ثمارها التحرر من معتقل إسرائيلي. إنجاز يضع الإسرائيليين في مأزق أمني ويعزز الروح التحررية لدى الفلسطينيين مهما كانت الظروف. محمد بو عبد الله. لا بروج مشيدة ولا حراسة مشددة تثبط عزيمة الفلسطينيين، فكل ذاك التمترس الإسرائيلي قد بات مخترقا تماما كاختراق القبب الحديدية. لابد للقيد أن ينكسر، وذاك ما يبدو في أعين البعض مستحيلا، لكنها مقولة سيحفظها للتاريخ أثرا مشهودا سجن جلبوع، وهو أحد سجون الاحتلال الأشد حراسة. سطر الأسرى الفلسطينيون بطولة لا غبار عليها، وهم يشقون الأرض نفقا، ومن بعدها يعانقون حرية هم مهندسوها، تاركين السجان الإسرائيلي خلفهم في ذهول. كيف يحدث هذا والارتياب واقع لا محالة؟ وحتما في معتقلات الاحتلال ثمة مراقبة عن كثب، تحسبا لأي محاولة كالتي أفلحت برغم كل الإجراءات الاحترازية والترصد. فكانت الصدمة والإخفاق الذريع للإسرائيليين، وأي فشل ذاك وهم يتباهون بقدرات تجسسية فائقة كما لو أنهم قادرون على تحسس دبيب النمل، فإذا بهم يعجزون عن رصد تحركات للأسرى تتطلب مشقة وصبرا وتحملا فوق الأرض ومن تحتها. تلك إذن صفعة تسوء وجوه القادة الإسرائيليين، ومن ورائهم كل المراهنين على الاحتلال المطبعين. فالفضيحة الأمنية هي فعلا إسرائيلية، لكنها تصيبهم أيضا بالتبعية في ارتباطهم الوثيق بالاحتلال. بحيثياتها وحجمها وأثارها تؤكد عملية التحرر تلك تفوق عقل المقاوم، وهو صاحب الأرض والحق الثابت على ذهنية المحتل المستوطن لها والراحل عنها طال الزمن أو قصر، رغم تواضع الإمكانات بين أيدي الفلسطينيين وتكبيلهم بالقيود. وتثبت العملية مجددا كما نجاحات غيرها سابقة أن النضال هو أمضى سبيل،
وهل غيره النضال بشتى أشكاله وعلى رأسها المقاومة ما أجبر الاحتلال الإسرائيلي على تحرير الأسرى؟ ينطبق ذلك على تحرير الأرض وما تحررت وبقيت كذلك إلا بقوة السلاح وقوة الإرادة، لا باستجداء استعادة الأرض بالمهادنة أو ما يسوق له الإسرائيليون بالخديعة سلاماً مزعوماً بعد السطو على الحق الفلسطيني والإخراج من الديار وتوسيع مشروع السطو ذاك قدر الإمكان. مرحبا من جديد بضيفينا، ونبارك لكما كما لعموم شعبنا في أرضنا المحتلة فلسطين، ويعني قيادة وشعبا وكل قوى العمل الوطني الفلسطيني بهذه العملية النوعية. وستكون البداية من جنين لطفا، وإياك دكتور جمال حويل. هناك ترحيب من حركة فتح بهذه العملية، لكن على مستوى الإنجاز والخلاصات ماذا تعني هذه العملية لكم؟ البداية تحية لك يا أختي العزيزة، تحية لكل الشرفاء ولكل الأحرار ولكل المقاومين لهذا الاحتلال الصهيوني في كل مكان. تحية لضيفك الكريم المجاهد الكبير الشيخ نافذ عزام، وأبارك له هذه العملية البطولية المشتركة يا شيخ، كما عودتكم جنين إلا ما في لها حل، جنين ما في لها حل إلا بدحر هذا الاحتلال. فبالتالي نحن لزاما علينا أن نذكر هؤلاء الأبطال من أبناء سرايا القدس وكتائب الأقصى. الأسير البطل محمود العارضة موجود في السجون منذ 25 عام، وهو من بلدة عرابي، وهو من قادة سرايا القدس وقادة الحركة الأسيري في الجهاد الإسلامي. والأسير محمد العارضة من بلدة عرابي أيضا له 20 عام في سجون الاحتلال ومحكوم مدى الحياة. الأسير البطل يعقوب قادري محكوم مؤبد وإله 19 عام في سجون الاحتلال، وهو من أبطال سرايا القدس. وأيمن كمانجي وأيضا هو محكوم مؤبد مدى الحياة من بلدة كفردان قضاء جنين، ومناضل انفعات الموقوف منذ عامين من بلدة يعبد، وقائد كتائب شهداء الأقصى في فلسطين زكريا زبيدي من مخيم جنين. هؤلاء الأبطال الذين شاركوا عمليات مشتركة فيما بينهم قبل أن يدخلوا سجون الاحتلال، وكان لهذه العملية المعاني الكبيرة جدا 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 للاحتلال، لفصائل المقاومة ولشعبنا العظيم. أختي العزيزة، أنا كان لي الشرف يعني أن يعني تواجدت فترة طويلة وسنوات طويلة في هذا السجن، في سجن جلبوع، وأدرك معنى معاناة الأسرى وآهات الأسرى وعذاب الأسرى في ظل تقصير رسمي وفي ظل تقصير فصائلي من أجل العمل على الإفراج عن هؤلاء الأسرى والمعتقلين. الأسرى بادروا رغم أنهم موجودين تحت الاحتلال في الضفة وتحت الاحتلال في السجن، وفي سجن جلبوع الأكثر السجون احتياطات أمنية كما تحدثت في التقرير. فبالتالي شعور الأسرى في التقصير وعدم العمل الجدي من أجل الإفراج عنهم جعل الأسرى يفكرون بهذا العمل التحرر الإجباري الذي له المعنى الحقيقي بأننا قهرنا السجان. عشان هيك أختي العزيزة، أنا بعتقد أن لهذا التحرر وانتزاع هذا التحرر من أنياب هذا الاحتلال سيترك الاحتلال في صدمة لفترة طويلة جدا، خاصة في ظل حكومة مترنحة منذ البداية لا تريد إلا حلا أمنيا للشعب الفلسطيني. أنتم ذكرتم معركة سيف القدس الذي أرعبت هذا الاحتلال وقادتها المقاومة في غزة. أيضا هذا الشاب الفلسطيني الغزاوي الذي تقدم كل الصفوف وقتل ضابط من مسافة صفر، والآن الشعب الفلسطيني يؤكد في رسالة مهمة جدا لشعبنا الفلسطيني بأن الوحدة الوطنية وبأن الإيمان بالنصر والإعداد والاستعداد والنفس الطويل في حفر مثل هذا النفق أكثر من 25 متر لمدة أشهر أو قد يكون سنوات، هذا العمل التقني المهم جدا أنا أعتقد يوازي اختطاف الجنود في غزة والاحتفاظ بهم لمدة طويلة. وهم غير موجود الاحتلال في القطاع، لكن أنا أعتقد أنه هذا يتطلب منا أختي العزيزة وقفات مهمة جدا سنقف عندها، نريد أن نقف عندها، بمعنى كيف يمكن الاستفادة، سيما وأنك أشرت فيما تفضلت العديد من النقاط التي يمكن أن نقف عندها ونعمقها بالنقاش، لكن في إشارتك وأيضا تحيتك للسيد دكتور للشيخ نافذ عزام، العملية المشتركة كما سميت عملية انتزاع الحرية، هذا يفترض أن ندرسه على مستوى الخيارات
إن كنا سنتحدث عن تنسيق وتعاون، لكن قبل ذلك اسمح لي في مطلق الحرية أيضا لنستمع في يعني ما أرسلت للشيخ نافذ عزام إذا ود أن يعلق، ونريد أن نعرف التقييم الآن بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي لهذه العملية، أي مستوى أو عنوان وصلت إليه، إضافة إلى عملية الضربة الأمنية القوية وربما تكون القاسمة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، لكن أن يبقوا حتى الآن 6 أسرى محررين انتزعوا الحرية ما زالوا أحرارا، لا يوجد إجابة أين هم بالنسبة للمؤسسة الأمنية العسكرية، هذا يدفعنا السؤال أي مستوى الآن في التقييم والتقدير بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي لهذه العملية وصلت إليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر المناضل الكبير الدكتور جمال على تحيته، وأنا أيضا أتوجه له بالتهنئة، فهم شركاؤنا ونحن في خندق واحد نمضي باتجاه تحقيق آمال شعبنا إن شاء الله. بالتأكيد نتوجه بالتهنئة لشعبنا كله، نتوجه بالتهنئة لأمتنا العربية والإسلامية، فهذا الإنجاز يأتي في وقته تماما ليمثل رافعة للأمة كلها ولشعبنا بأسره أمام قساوة الظروف التي نعيش وأمام التبدلات التي تحصل على مستوى العالم. هؤلاء الأبطال الستة اليوم يقدمون رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستكين ولا يمكن أن يخضع هذه الروح الباسلة التي امتشقها وتقمصها هؤلاء الأبطال الستة، هي روح الشعب الفلسطيني الذي يصر على مواصلة كفاحه ونضاله ووقف على مدى 100 عام بشموخ دفاعا عن الأمة ودفاعا عن مقدساتها. بالتأكيد الكثيرون تذكروا عملية مشابهة حصلت قبل 34 عاما عندما استطاع 6 أيضا من أبناء الشعب الفلسطيني وبكل فخر وتواضع نقول كانوا يحملون راية الجهاد الإسلامي لكنهم ينتمون إلى فلسطين كلها، استطاع أبطال 6 أيضا قبل 34 عاما أن يحطموا جدران السجن وأن يخرجوا من سجن غزة الأسطوري الذي كان من أكثر قلاع العدو تحصنا وتحصينا، وكان مقرا للحكم العسكري للاحتلال وكان مقرا للمخابرات الإسرائيلية في غزة. إذن هذه عملية نوعية أخرى تؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق الإنجازات الكبيرة، وتؤكد أيضا أن كل المحاولات التي بذلت ولا زالت تبذل على مستوى السجون والأبقية والأقبية والمعتقلات، تبذل المحاولات المحمومة من أجل كسر إرادة الأسرى والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين، وتحاول إجبارهم على الرضوخ والاستسلام للأمر الواقع. ما حصل اليوم يؤكد أن هؤلاء الأبطال لم تؤثر فيهم سنوات السجن، بل زادتهم تلك المحاولات المجنونة، زادتهم قوة وزادتهم حيوية وزادتهم إصرارا. نعم. من نحن لا نعرف كل التفاصيل عن لكن هذه النقطة أريد أن أسألك، لا نعرف كل التفاصيل، ما حجم شيخ نافذ عزام المعلومات التي تمتلكونها عن هذه العملية يعني حتى الآن، إذا كان هناك ما يمكن أن تصرحوا به، لا سيما بمعرفتكم بهذه العملية من أساسها؟ بغض النظر عن التفاصيل، دلالات العملية هي الأهم، كما تفضل الأخ العزيز والمناضل الكبير الدكتور جمال، هذه العملية تجسيد لوحدة شعبنا. زكريا الزبيدي المناضل الكبير مع محمود عارضة المناضل الكبير كان معا مع بقية الإخوة الذين صنعوا هذه الملحمة وصنعوا هذه البطولة الكبيرة. دلالات العملية هي الأهم، هي رسالة لشعبنا في وقته تماما تأتي هذه الرسالة، رسالة بأن مسيرة نضالنا يجب أن توحدنا ويجب أن تجعلنا جميعا صفا واحدا في مواجهة هذا الاحتلال وفي مواجهة هذا العدو الذي لا يرحم أحدا على الإطلاق. لكن شيخ
نافذ عزام، القضية أيضا لا نبحث عن معلومات لا تريدون أن تصرحوا عنها، لكن إن كان هناك معطى بأنه في معرفة بالنسبة لحركة الجهاد الإسلامي بهذه العملية، هذا يوجه ضربة أوسع على المستوى الأمني بالنسبة لما يقدم على أنه هيبة الأمنية للمستوى العالي الأمني الإسرائيلي. شيخ، تعليقك؟ المحللون الإسرائيليون أنفسهم يقولون هذا الكلام، يقولون إن ما جرى اليوم يمثل صفعة كبيرة للمنظومة الأمنية بأكملها، يمثل فشلا ذريعا لهذه المنظومة التي تحاول إخافة الشعب الفلسطيني وتحاول صنع هالة كاذبة. إذا كنتم تعلمون بها؟ تعلمون بها؟ ليس مهم إن كنا نعلم أم لا نعلم، ليس مهما على الإطلاق. كما أشرنا، الأهم هو الدلالات. واضح تماما أن هناك صفعة كبيرة قد وجهت للاحتلال وقد وجهت لمنظومته الأمنية. واضح تماما أن كل الملايين التي تنفق من أجل تحصين السجون وتحويلها إلى مقابر لهؤلاء الأحرار، لهؤلاء الأبطال، أن هذه الملايين قد ذهبت هباء أمام والعالم كله ينظر ويرى ويسمع. طيب، هذه الحفرة يعني نشاهدها أيضا التي شغلت العالم، يعني تم التعامل مع هذا الخبر على أوسع مستوى، طريقة التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ردات الفعل أيضا بأرضنا المحتلة فلسطين يعني واسعة وكبيرة انطلاقا من هذه الحفرة الضيقة التي صنعت المعجزات. دكتور جمال حويل، في المعنى السياسي بالنسبة للاستفادة، في كلام للسيد زياد نخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي من ضمن ما قال بأنه دعا للحفاظ على المجاهدين مخاطبا أهلنا في الضفة الغربية المحتلة، وقال لا نريد أن يقال أن هناك من ساعد قوات الاحتلال في ملاحقتهم. الكلام قد يطرح ويسأل أيضا عن عمل كيف يمكن أن تتعامل السلطة الفلسطينية، روح أيضا بالنسبة لحركة فتح مع مثل هكذا مستوى الآن وصلت إليه العملية، انتزعوا حريتهم وخرجوا، عملية الملاحقة والوصول إليهم هي واحدة من العناوين الأساسية الآن في المتابعة، التقديرات، التقييم بالتعامل، وهل هناك أي حديث فعلا عن على مستوى التنسيق أمني قد يؤدي بشكل أو بآخر لخواتيم أخرى؟ أختي العزيزة، أنا برضو تحية لأخي والشيخ الكبير زياد نخالي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، وتحية لكل الأبطال طلعي. أختي العزيزة، أنا بعتقد أن شعبنا الفلسطيني يبحث عن انتصار يرفع من الروح المعنوية الذي يحاول الاحتلال الصهيوني إعادة هندسة المجتمع الفلسطيني بحيث يكون راضخ ويتم ترويضه من أجل المطالب الأمنية الصهيونية للمستوطنات وتهويد القدس وبناء الجدار واحتجاز آلاف الأسرى. أنا بعتقد هذا الانتصار مرغ أنف الاحتلال بكل معنى الكلمة، وبث الروح المعنوية بالشعب الفلسطيني كما تحدث شيخنا الجليل بشكل كبير جدا. وأيضا أهم شيء أختي العزيزة، رسالة لأبطالنا داخل السجون بأن هؤلاء الأسرى أبطال أوصلوا رسالة رغم كل محاولات الاحتلال دفن أسرانا في داخل السجون، لكن وجهوا رسالة للسجان بأن السجان سجان والمسجون مسجون والمناضل مناضل والاحتلال احتلال، لبعض من يحاول أن يتعاطى مع هذا الاحتلال. سجن جلبوع بالقرب من سجن شطة أختي العزيزة، حاطين صورة وأنت داخل هذا السجن شكل أسد، وأنت فاتي بصورة أسد، وأنت خارجي بشكل أرنب. لكن هون أجت المعجزة بأن هؤلاء الأبطال دخلوا أسود وخرجوا كالتنين في القصة الأسطورية، يحارب ويلاحق صياده، فبالتالي أبطالنا. هذه رسالة الماجستير للزبيدي، يعني زكريا زبيدي. نعم 100%. وأهم شيء عندما تحدث للنقاش الصياد وقالوا له نريد ثلاث سطور من أجل أن نكتبها تحت صورتك في رسالة الماجستير، قال إن شاء الله سأكتبها خلال الفترة القادمة. وها هو خرج وكتب تجربة المطاردة خلال 50 عام في فلسطين حتى تكون هداية وخارطة الطريق لكل من يسعى لمقاومة هذا الاحتلال. الآن المطلوب من شعبنا الفلسطيني أختي العزيزة وهذا مهم جدا، أن يتحلوا بالهدوء وعدم التعاطي مع المعلومات هنا أو هناك، وأيضا موضوع الكاميرات، عدم التعاطي مع الكاميرات الموجودة في البيوت حتى لا يتم التسريع في اعتقال هؤلاء الأبطال، وأن تكون جاهزية مطلقة لحماية أسرانا ومساعدة الأسرى المحررين الذين انتزعوا حريتهم بكل ما أوتي شعبنا من قوة، لأن هؤلاء ناضلوا وقدموا التضحيات من أجل شعبنا. وبالتالي نقول لكل الخونة والجواسيس والعملاء وكل من يحاول أن يساعد الاحتلال، انظروا إلى تجربة أفغانستان، الجواسيس بقيوا في المطار
لم يحملهم الاحتلال الأمريكي كما لم يحملهم في جنوب لبنان. فبالتالي العبرة بما ترون الآن، رسالة لكل شعبنا الفلسطيني احتضان هؤلاء الأبطال الذين حققوا انتصار ومرغوا أنف الاحتلال. أما بصراحة حكومة بنت الذي لا يؤمن إلا بالحل الأمني، هؤلاء الأبطال قال له بأنه أي حل بدون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف لن تكون مقبولة، وأي حل أمني تحاول أن تتبناه فكان الرد من المناضل البطل المجاهد في غزة الذي قتل الجندي من مسافة صفر، وهروب 6 مجاهدين ومناضلين من سرايا القدس وكتائب الأقصى في رسالة لبنت، يعني العب غيرها في المعنى. طيب، كما فشل نتنياهو في بس بالموقف دكتور، ولو تعليقا بشكل سريع لطفا، بالموقف هناك ترحيب من حركة فتح كما أشرنا، الحديث عن أنه أيضا زبيدي يعني عضو مجلس ثوري في حركة فتح، السيد منير جاغوب أيضا تحدث عن هذه العملية واعتبرها تحدي للمنظومة الأمنية الإسرائيلية التي تقدم نفسها على أنها في المراتب الأولى عالميا. هذا يعني حكما دعم هذه العملية على مستوى فتح، على مستوى عمل السلطة يعني الفلسطينية. في بعض الأسئلة تتحدث عن عملية التنسيق الأمني، هذا غير وارد الآن بالتقديرات بالقراءات في المتابعة بعد بالمعلومة بما تمتلكون؟ أنا أعتقد لا يوجد أي إنسان حر وشريف ويريد أن يستمر على هذه الأرض المقدسة أن يقدم أي معلومة لهذا الاحتلال المجرم. أنا أعتقد بالعكس، الترحيب الكبير الذي وجدناه من حركة فتح حركتنا بشكل كبير جدا، وأنا أعتقد كما دائما يقول أخونا القائد الكبير مروان البرغوثي، إذا كانت حريتي هي ثمن لحرية شعبي فأنا جاهز لدفع الثمن. لكن هؤلاء الأبطال قالوا إذا كان انتزاع حريتنا هو من أجل حرية شعبنا فنحن خرجنا وقهرنا السجان. حتى نوجه رسالة لكل الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي، وكما تحدث الشيخ نافع العزام، هي باركة أمل لكل أحرار العالم بأن هذا الاحتلال والله أختي العزيزة أوهن من بيت العنكبوت. فشل في معارك جنين عام 2002، وفشل في 4 معارك في غزة وسيف القدس، وحققت المقاومة إنجاز مهم جدا، وفشلت في الشاب المناضل في غزة، والآن تفشل فشل ذريع جدا في حصار مجموعة من الشباب لسنوات أكثر من 20 سنة. تخيل أختي العزيزة، محمود العارضة 25 سنة لم ينالوا من دماغه، ولم ينالوا من ذكائه، ولم ينالوا من تكتيكه العسكري والأمني حتى ينفذ هو وإخوانه في كتاب شهد الأقصى. زكريا زبيدة عملية من هذه النوعية، وهذه العملية من العيار الثقيل التي يا شيخنا العظيم يجب أن تدرس، ويجب أن تكون أفلام فعلا تدرس الأجيال القادمة إن شاء الله. يعني من ضمن أيضا ما النوادر التي قدمت على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت يعني السينما العالمية قدمت بعض النماذج لعمليات كسر ربما بعض السجون على مستوى العالم، لكن أهلنا في أرضنا المحتلة المقاومون هؤلاء يعني أجروها على الهواء مباشرة، أو بمعنى ببث حي حقيقي باللحم الحي لهذه التجربة. شيخ نافذ عزام، أود أن أسألك هنا عن العنوان الآخر للمرحلة، بمعنى وكأننا وصلنا إلى رسم معادلات جديدة، عندما يقول القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش أي اغتيال لأبطال عملية جلبوع سيدفع الاحتلال ثمنه غاليا، هنا ما الإشارة التي ترسل؟ أي خطوط حمراء ترسم؟ وما هو التوقعات لسيناريوهات التعامل مع احتمالات ما بعد كسر الحرية الأسر بالنسبة لهؤلاء الأبطال؟ عملية اليوم هي بلا شك هي تعزيز للحالة التي يقدمها الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف المحبطة، رغم الظروف المعاكسة تماما. معركة سيف القدس التي أشار إليها الأخ العزيز الدكتور جمال كانت إشارة هامة للعالم بأسره بأن الشعب الفلسطيني لم يخضع ولن يخضع، كانت تجسيدا لهذه الروح العظيمة والشجاعة التي يمتلكها الشعب الفلسطيني. عملية اليوم جاءت على ذات السياق أو في ذات السياق وعلى ذات النسق، تعزيزا لهذه الروح وتعزيزا لصمود شعبنا. من المؤكد أن العالم يعيش أوضاعا مغايرة تماما، هناك محاولة لكسر كل مراكز المقاومة على مستوى العالم، المقاومة للمشروع الأمريكي والسياسة الأمريكية، المقاومة لإسرائيل، المقاومة للهيمنة الغربية، هناك محاولة لكسر هذه المواقع بالتأكيد. لكن في فلسطين الأمر مختلف، رغم تواضع الإمكانات ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني
سواء في غزة أو في الضفة الغربية والقدس أو في المنافي والشتات أو في 48، رغم هذه الظروف القاسية الشعب الفلسطيني لم يفقد حيويته ولم يفقد روحه ولم يستسلم لهذه الظروف، ويؤكد في كل مناسبة يؤكد أنه ماض في طريقه من أجل تحقيق أهدافه كلها. لكن ما المقصود بأنه أي عملية اغتيال لأبطال عملية جلبوع سيدفع الاحتلال ثمنا غاليا هنا؟ ما هي الخطوط التي ترسمونها انطلاقا من مثل هكذا تحذير واضح وصريح؟ لا نريد أن نستبق الأمور، لكن الشعب الفلسطيني كله في حالة مواجهة مع الاحتلال، سواء كان الفلسطيني غزة أو الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس وفي كافة أماكن تواجد شعبنا. هناك مواجهة ومحاولات إسرائيل لفرض السيطرة ومحاولة إسرائيل لفرض مزيد من أشكال الحصار لم تنجح في السابق ولم تنجح اليوم. لا يمكن على الإطلاق أن يكون هناك خضوع لهذه السياسة، ونحن نظن أن كل بيت في الضفة الغربية وكل بيت في أي مدينة في الضفة الغربية وأي قرية وأي مخيم سيحتضن هؤلاء الأبطال وسيوفر لهم كل أشكال المساعدة والحماية. طيب، بكل الأحوال سنكمل في المآلات والتداعيات، لا سيما انطلاقا من الواقع الداخلي الإسرائيلي بتتالي هذه الضربات التي نراها وتلك الضربات على مستوى النوعي، وإضافة للمساحة الأوسع على مستوى الإقليم، لا سيما من راهن ضمن حلف الحرب أو حتى المراهنين على مسار التطبيع. وإياكما ضيفينا ومشاهدينا، ولكن سنقف مع فاصل ومن ثم نواصل المسائية، تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. من داخل هذه الحفرة صغيرة انتزع 6 أسرى فلسطينيين حريتهم بعد الهروب من سجن جلبوع الإسرائيلي شمال الأراضي المحتلة، أحد أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا. تقديرات الإعلام الإسرائيلي تشير إلى أن عملية الحفر تمت في الجناح رقم 2 الذي يقع بالقرب من سياج السجن، فيما فتحة النفق كانت تحت برج المراقبة. حفر النفق الذي استمر أشهرا وربما سنوات وفق وسائل إعلام إسرائيلية بلغ طوله عشرات الأمتار، وجرى حفره أسفل مغسلة المرحاض ليخرج الأسرى عبر بئر الصرف الصحي للسجن. قدر الإعلام الإسرائيلي أن تكون 6 سيارات قد انتظرت الأسرى عند مخرج النفق لتنقلهم مباشرة إلى الضفة الغربية المحتلة، فيما أشارت التقديرات الأمنية الإسرائيلية أنهم ربما تفرقوا وتوجهوا إلى مناطق السلطة الفلسطينية أو حتى باتجاه الأردن. بعد العملية لم يكن الأمن الإسرائيلي من اكتشف فتحة النفق، بل هم مزارعون يعملون في المنطقة بحسب الإعلام الإسرائيلي، حيث أجمعت الأوساط الإسرائيلية على أن العملية تعكس سلسلة من الإخفاقات الخطيرة وأن ما حصل هو فشل كبير للغاية. إذن صدمة وإرباك أحدثهما تحرر الأسرى الفلسطينيين 6 لدى المؤسستين العسكرية والأمنية الإسرائيليتين، ما يعيد تسليط الضوء بقوة على ما يجري داخل إسرائيل سياسيا وعسكريا. علي الأحمر. في كل فلسطين كانت الاحتفالات بنجاح عملية تحرر الأسرى الفلسطينيين بعد تحررهم من سجن جلبوع يقابلها شعور بفشل أمني كبير داخل أروقة الحكم في تل أبيب. ما تتناقله وسائل الإعلام الإسرائيلية من تعليقات ومعلومات عن العملية غير المتوقعة تظهر مدى الإرباك وحجم الصدمة التي تعيشها المؤسستان العسكرية والأمنية الإسرائيلية، ولا سيما أن انتزاع الأسرى لحريتهم هز صورة الأمن الإسرائيلي وخلق حصنا من حصونه الأمنية رغم كل الإجراءات الأمنية المشددة ومزق معادلتها القائمة على الأمن. رئيس الوزراء الإسرائيلي سارع إلى عقد اجتماع أمني على أعلى مستوى، فيما نشر الجيش الإسرائيلي عشرات الحواجز لملاحقة الأسرى المحررين في ظل استنفار أمني وترقب لما ستؤول إليه هذه العملية
وخوف من أن تفتح الباب أمام عمليات ضد الإسرائيليين في فترة الأعياد. العملية سددت ضربة جديدة لبنت وحكومته الضعيفة أصلاً والتي قد تسقط عند أول امتحان، فتحرر الأسرى حشر بنت أكثر، وهو الذي ورث تبعات وتداعيات معركة سيف القدس، فيما يواجه اليوم احتمال اشتعال الجبهات في أي لحظة، لكنه محكوم بالتهدئة وفق واقع الميدان وتوازن الردع الذي فرضته المقاومة إن في فلسطين أو في لبنان، وسط واقع داخلي مأزوم وصل بالمسؤولين الإسرائيليين إلى التحذير من أن تكون إسرائيل مقبلة على حرب أهلية نتيجة صراعات المصالح والتناقضات التي يعيشها المجتمع الإسرائيلي. مرحبا من جديد بضيفينا، شيخ نافذ عزام معنا من قطاع غزة المحاصر، ودكتور جمال حويل معنا من جنين. وإياك دكتور أستأنف النقاش. دكتور حويل، إذا أردنا أن نتحدث عن التداعيات مباشرة، الواقع في داخل إسرائيل على المستوى السياسي في تخبط كبير، الهشاشة على المستوى العسكري في تجارب يعني التي يعني نلحظها على مستوى عملية سيف القدس وما تلاها وصولا إلى عملية يعني انتزاع الحرية، هذه تدفعنا للسؤال، وحتى يعني على المستوى الأمني ما التداعيات التي يمكن أن نراها بشكل مباشر، وعلى مستوى الخيارات أيضا التي قد توضع أمام حكومة بنت؟ يعني الآن الحكومة الإسرائيلية كالثور المجنون، كالثور الهائج، بعد تحقيق كل هذه الانتصارات سواء في من خلال سياسات الإجرام الذي اتبع نتنياهو ومن قبله لسنوات طويلة جدا ولم يتعلموا الدرس إلى الآن، واستكملها بنت نفتلي بنت الذي لا يؤمن كما قلت لكم إلا بالحل الأمني مع الشعب الفلسطيني. فبالتالي أنا أعتقد أن هناك سيكون ارتدادات وتداعيات سياسية خطيرة سواء على المستوى العسكري الإسرائيلي أو على المستوى الأمني والقدرة الأمنية، وخاصة أنهم يستخدمون كل وسائل التجسس التكنولوجية والأقمار الصناعية والبشرية من أجل منع الأسرى أنهم يقوموا في أي عمل. خاصة أختي العزيزة ونحن في السجون كانوا يوميا 3 مرات يدخلون إلى الغرف ويستخدمون العصو والماكينات من أجل فحص وإمكانية وجود أي ثغرة في داخل الغرف. فبالتالي هذا فشل الأمني ذريع سينعكس على الأداء العسكري أو الأداء الأمني وحتى الاقتصادي وتسويق هذه المعدات لدول التطبيع العربي التي تتراكض من أجل التطبيع وشراء معدات فاسدة من هذا الاحتلال، وأيضا تداعيات سياسية في ظل وجود حكومة سياسية موجودة في 60 مقعد كنيسة فقط لا غير. فبالتالي أنا أعتقد هناك فشل متكرر لهذه الحكومة وسيكون هناك لها ارتدادات كبيرة جدا، وأنا متأكد ستقع في نفس الأخطاء. أما على الجانب الفلسطيني أختي العزيزة، فالآن يعني جنين في منطقة فكوعة وجلبون ودير أبو ضعيف، الآن في قوات إسرائيلية منتشرة في كل محافظة جنين، في قوات خاصة تنتشر في المكان، الطائرات الاستكشافية موجودة في كل منطقة من أجل يعني متابعة أي شيء يدب على الأرض في هذه المحافظة، وأيضا محاولة يعني بث معلومات خاطئة ومعلومات من أجل أن تربك الأخوة المحررين الذين انتزعوا الحرية وهم في سيرهم إلى الحرية. عشان هيك أنا بعتقد بشكل واضح وبناشد بشكل واضح، أول شيء شعبنا الفلسطيني أن يوفر الحماية وأن لا يتداول المعلومات الخاطئة والتي تدل على هؤلاء الأبطال حتى لو من باب المدح أو أي موضوع ثاني، وإزالة كل الكاميرات الموجودة في البيوت. الشيء الثاني أنا بناشد فصائلنا يجب أن تكون حاسمة في حالة أو في محاولة تصفية أي محرر من هؤلاء الأبطال، لأن هؤلاء هم تاج على الرؤوس. الشيء الثالث أنا أناشد مباشرة السلطة الوطنية والأخ الرئيس محمود عباس وكل أبناء الأجهزة الأمنية وهم إخواننا ومناضلونا وأبطالنا أن يوفروا كل الحماية لهؤلاء الأبطال، وأيضا أناشد الأخوة في الأردن إذا وصلوا للأردن توفير الحماية لهم وتوفير كما عودنا الأردن الشقيق وشعب الأردن الشقيق في احتضان أبناء، وأيضا أناشد المقاومة في لبنان وفي سوريا وفي كل مكان العمل قدر الإمكان توفير الحماية لهؤلاء الأبطال، وأيضا أناشد شعبنا في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 الذي أثبت بأنه ما زال قابضا على جمر الثبات على المواقف الفلسطينية والمواجهة والمقاومة لهذا الاحتلال أن يحفظوا هؤلاء الأبطال. فبالتالي أختي العزيزة أنا أعتقد أن هناك تداعيات
وبأن نفق جلبوع هو نفق الشعب الفلسطيني الذي دائما نرى منها النور نحو الحرية والاستقلال. فأنا بعتقد أن هناك مواجهة ستكون في جنين كما يقول الاحتلال. عشان هيك رسالتنا كإنسان يعني مجرب في العمل العسكري في الانتفاضة الأقصى في معارك جنين، أقول لكل مقاتلين وحسب التجارب العسكرية أن لا يتواجدوا في أطراف مخيم جنين، أن يبقوا في داخل المركز، وأن يبتعدوا عن استخدام وسائل النقل وسائل الاتصالات الحديثة، وأيضا الهدوء، وأن يكمنوا في مناطق لا يراهم أحد بشكل مطلق. وأطالب الجميع توفير رصاصكم في كافة المناسبات، وفروا رصاصكم الأبيض ليومكم الأسود. فهذا الاحتلال منذ نيسان 2002 عندما هزم شارون وبنلعيزر ويعلون ومفاز وكوخافي في هذا الموقع عندما توحدت مدينة جنين وريفها البطل ومخيم جنين وكتائب الأقصى وسرايا القدس وكتائب القسام وأبو علي مصطفى وأبناء الأمن الوطني والأجهزة الأمنية عندما توحدوا في هذا المكان، الاحتلال مارس كل أدوات الترويض وكي الوعي وصهر الوعي للمقاومين. ولكن تثبت هذه المحافظة وتثبت كل المواقع المناضلة ويثبت أبطالنا في السجون بأن الاحتلال مهما حاول من أجل إعادة صياغة الوعي الفلسطيني الجمعي فإن شعبنا الفلسطيني قادر على الانتصار. وكما قلت في بداية يا شيخنا يا شعبنا الفلسطيني في كل مكان، جنين ليس لها حل وجن جنونك يا جنين، وإن شاء الله ستستمر في مواجهة هذا الاحتلال وستحتضن أبنائها إذا كانوا هنا وسيكونوا في حبات العيون إن شاء الله. طيب، هي كتيبة جنين أيضا يعني كما وصفها سيد النخالة. بالانتقال إليك شيخ نافذ عزام، بالإشارة إلى أن هؤلاء الأبطال من جنين، في خسارة تم توصيفها أيضا فيما خرج اليوم في المتابعات لهذا اليوم من داخل إسرائيل بأنه خسارة مشابهة ليوم الغفران كما يتم تسميته بين قوسين بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، أي حرب أكتوبر عام 1973. وضع خسارة بهذا الشكل في التقييم، في الميزان، في النتائج، كيف يمكن رصدها في تقييمكم في حركة الجهاد الإسلامي في المعركة، في المواجهة، في واقع الداخلي الإسرائيلي على غير مستوى، في زمن كان يراهن فيه قبل عام على زمن التطبيع والتتبيع وحلف الحرب لبعض أيضا الدول العربية للأسف؟ الحقيقة نحن لا نبالغ أبدا عندما نتحدث عن أن هذه العملية هي عملية استثنائية وأنها مثلت صفعة كبيرة لمنظومة الأمن والسياسة في إسرائيل معا. وأنا أثني على كلام الأخ المجاهد الأمين العام الحاج زياد النخالة وكلام الأخ العزيز الدكتور جمال حول جنين. جنين كانت طوال الوقت صانعة للمجد، والدكتور جمال نفسه كان من أبطال ملحمة جنين وأمضى سنوات طويلة في السجون. وأنتم شيخ أيضا من أبطال عملية سجن غزة المركزي 87 من القرن الماضي إن لم أكن مخطئة، أيضا عملية الهروب يعني امتداد لهذا العمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لخدمة هذا الشعب العظيم. بالتأكيد نحن لا نبالغ كما أشرنا، وسائل الإعلام الإسرائيلية، المحللون، الخبراء في إسرائيل يدركون تماما أنها عملية كبيرة وأنها تمثل خللا أو كشفت عن هذا الخلل الكبير في منظومة الأمن ومنظومة السياسة حتى في إسرائيل. ما الرسالة التي سيقرأها العالم وحتى بالنسبة للدول العربية التي تطبع مع إسرائيل؟ ما الرسالة التي ستقرأها هذه الدول وهي ترى مجموعة من الشبان الذين أمضوا سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية بعيدا عن أهلهم وأمام محاولات إدارات السجون المحمومة من أجل قتل روحهم ومن أجل دفعهم للاستسلام؟ ما الرسالة التي سيقرأها هؤلاء المطبعون وهم يرون هؤلاء الأبطال يخرجون بهذه الحيوية وبهذه القوة ويصنعون كل هذا الزخم في الشعب الفلسطيني وفي الأمة كلها؟ لذلك نحن غير قلقين أبدا على هؤلاء الأبطال، ونحن نثق في أصالة شعبنا الذي سيوفر لهم الحماية، ولا نظن أن فلسطينيا واحدا يمكن أن يخذل هؤلاء الأبطال. هذا الإنجاز إنجاز لكل الفلسطينيين،
يمكن أو يجب أن يتباهوا به. هذا إنجاز لكل العرب ولكل المسلمين في الزمن الذي تحاول أمريكا فرض الاستسلام على الجميع، وتحاول إسرائيل الوصول إلى كل العواصم وإلى كل المدن. هؤلاء الأبطال الستة يوجهون رسالة تؤكد أننا قادرون على مواجهة الاحتلال، وأننا قادرون على تحقيق الإنجازات وبأقل الإمكانات وأكثرها تواضعا. هذا ما يجسده الفلسطينيون في غزة وفي الضفة الغربية والقدس وفي كافة أماكن تواجدهم. هذه الرسالة ستظل رسالة حية وستظل ماثلة أمام الجميع، وهذا الشعب بإذن الله لا يمكن على الإطلاق أن يتخلى عن هذه الأمانة، يتخلى عن شرف الدفاع عن أرض الرباط والمرابطين، شرف المرابطة في هذه الأرض المباركة والمقدسة. طيب اسمح لي شيخ، أنت أثرت يعني فيما طرحت، قلت ما هي الرسالة التي ستقرأها الدول العربية المطبعة وهم يرون عملية الأسرى الأبطال؟ هل لديك جواب دكتور حويل؟ طبعا بالتأكيد. طلع أختي العزيزة، مناضلين الأبطال، أنا بعتقد أنه هاي عملية استثنائية بكل المقاييس وبكل المعايير، رغم الإمكانيات القليلة البسيطة ورغم الحصار سجن فوق سجن فوق سجن، لأن هؤلاء الأبطال وجهوا رسالة لكل أمة العربية وخاصة المبهورين في هذا الاحتلال المجرم، وكأنه رمز الديمقراطية ورمز التقدم ورمز التكنولوجيا في هذه المنطقة. لكن هؤلاء الأبطال أعادوا خارطة المنطقة وأعادوا خارطة العلاقات. إذا كان هناك عقال، نحن ندرك بأن هناك دول تستخدم، هي دول سايكس بيكو تستخدم من أجل مصلحة الاستعمار ويتقودها أمريكا من رأسها غصبا، ولكن لو كان هناك قوم يعقلون أو يتفكرون فأن هذه العملية تؤكد بأن شعبنا الفلسطيني شعب عظيم، وبأن أمتنا العربية وأمتنا الإسلامية قادرة على الانتصار على هذا الاحتلال بإمكانيات متواضعة. عندما يعني أنا أريد أن أذكر، وكان موجود أخي زكريا زبيدي في معركة مخيم جنين، إمكانيات بسيطة لا تذكر، بغرفة عمليات بسيطة، لكن نتيجة العملية أختي العزيزة في نصف كيلومتر مربع في مخيم جنين هو مقتل 34 ضابط وجندي صهيوني ومقتل 60 فلسطيني منهم 6 واستشهاد 26 فلسطيني منهم 26 مقاوم فقط. فبالتالي رسالتنا للأمة العربية وللمطبعين بالتحديد، يا إخواننا ربنا يهديكم، انظروا إلى ماذا يحصل في فلسطين وتفكروا بأن القليل من الإمكانيات حققت المعجزات لهذا الشعب الفلسطيني العظيم. فكل من أراد العزة والكرامة والحرية لنفسه قبل أن يكون للشعب الفلسطيني، والله نحن غيرة على شعوبنا العربية وأمتنا الإسلامية، أنكم إذا أردتم أن تعيشوا أعزاء، أن تعيشوا أحرار، أن تعيشوا كرماء لا عبيد لأي كان، عليكم أن تنظروا لشعبنا الفلسطيني ومناضلينه ومقاومينه، وليست هذه بآخر العمليات التي سيبدع بها الشعب الفلسطيني إن شاء الله. نعم. وقادم الأيام سيكون شاهد على هذا الموضوع. بالتالي رسالتنا لكل المطبعين بأن المقاومة والوحدة الوطنية ودعم المقاومين في كل مكان سيحقق لكم الإنجاز. نحن فاوضنا إسرائيل 30 عاما، ماذا حصدنا؟ مزيدا من الاستيطان، بناء جدار 760 كيلو، تهويد القدس، الكتل الاستيطانية الكبرى، احتجاز أكثر من 60% من مناطق سي وما يسمونها مناطق مختلفة، واعتقال أكثر من 5000 أسير. لذلك رسالتنا للأمة العربية أن تقفوا مع أبطال الشعب الفلسطيني الذين يقفون بالخندق الأول دفاعا عنكم لا عن أنفسهم، والله دفاعا عن أمتنا أختي العزيزة. فشعبنا الفلسطيني يقدم التضحيات تلو التضحيات. يعني أنا بدي أذكر مثالا، أخونا زكريا زبيدي أمه شهيدة وأبوه شهيد وأخوه شهيد من سرايا القدس وإخوانه 6 أخوة، أكل أخ 15 سنة في سجون الاحتلال وهدم بيته 4 مرات وما زال يحلم بحرية شعبه، ومحمود العارضة كذلك. صحيح. ومحمد العارضة وكل الأبطال. فبالتالي وكتب يعني الفصل الأخير من الماجستير الخاص فيه بأن التنين ينتصر على الصياد. فعلا سأخذ منك تعليق أخير شيخ نافذ عزام، بمعنى اليوم شهدنا نموذج عالي المستوى للاستفتاء في الخيارات بالمواجهة من خلال هؤلاء يعني الأسرى المحررون في نموذج اختيار العملية والمواجهة والتحرر بالقوة بين فتح وحركة الجهاد الإسلامي.
كيف يمكن أن نرى ذلك منعكسا على الأرض اليوم؟ أن نرى تعاونا استفتاء حتى على مستوى الخيارات أو التكامل في مستوى الخيارات إن صح التعبير، وصولا لإتمام الوحدة الوطنية ولو بشكل سريع لطفا؟ بالتأكيد ما حصل اليوم يجب أن يوجه رسالة تحفيز لنا جميعا. نحن بحمد الله في نمتلك كل المقومات ونمتلك عناصر النهوض وعناصر المقاومة، والإخوة الأبطال الستة اليوم وجهوا رسالة إضافية لنا. المقاومة في غزة صامدة وشامخة، وهناك تعاون بل تلاحم بين كل الأطياف هنا، ونتمنى أن ينتقل هذا التعاون والتلاحم إلى الضفة الغربية أيضا. نحن بالتأكيد هنا نتحدث عن عملية شارك فيها أبناء الجهاد الإسلامي مع أبناء شهداء الأقصى وأبناء فتح، وبالتالي هذه رسالة يجب أن تحفز إلى مزيد التعاون بين الجميع. يجب أن تتحرك كل أطياف ومكونات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لالتقاط هذه الإشارة ولتأكيد مزيد من التلاحم. نحن نمضي باتجاه غاية واحدة، نحن في حماس وفي الجهاد الإسلامي وفي فتح وفي الجبهة الشعبية نمضي باتجاه غاية واحدة. حاول عدونا في السنوات الماضية التشويش على مسيرتنا هذه، وكانت هناك محاولات طوال السنوات الماضية أيضا لبث الفرقة في صفوف الشعب الفلسطيني. لا يجوز تعطي أحدا الفرصة لتفريقنا، وواضح تماما أن شعبنا كله يعيش نشوة الفرح. صحيح. وهو نعم. هذه العملية البطولية لا يجوز أن نخذل شعبنا، ويجب أن نبني على هذه الملحمة التي حدثت هذا اليوم، يجب أن نبني عليها لكي نقدم نموذجا أمام أمتنا العربية والإسلامية بأن الشعب الفلسطيني بخير رغم كل ما يتعرض له. يجب أن نطمئن أهلنا في كل والإسلامي بأن الفلسطينيون على قدر الأمانة وعلى قدر المسؤولية، ولا يمكن أن يفرطوا ولا يمكن أن يخضعوا، وسيكونون أمناء على هذه المقدسات التي وضع الله سبحانه وتعالى بين أيدينا. هي لا تكف أساسا هذه العملية عن استخلاص العبر والرسائل حتى الرمزية، لأن هؤلاء الستة بالتأكيد أول من خرج دفع من الأسفل من يعني البطل الذي تحته، وبالتالي هناك يد أيضا ساعدت من خرج. هذا نوع من التكاتف بين الأبطال. انتهى الوقت بالكامل، لو تعليق 10 ثواني تفضل. أنا بشكل سريع أوجه رسالة للإدارة المدنية التي تستخدم رجالاتها في الضفة الغربية، أن اعتبروا بأن الشعب الفلسطيني أكبر منكم ومن رجالاتكم. ثانيا رسالة لمسؤول الأمن في السجون بيتون، بالنهاية انتصر الأسرى على سياستك في السجون وأنت فشلت. ثالثا أطالب أخي الشيخ نافذ عزام وحركة الجهاد الإسلامي ببذل الجهود من أجل إعمال وإيجاد حلول خلاقة من أجل الوحدة الوطنية، وأن ننزل إلى منطقة وسطى جميعا حتى نتوحد، لأنه كفانا عبث. ورسالة الأبطال ووحدتهم من داخل النفق حتى خرجوا من هو أنه بالوحدة الوطنية فقط نستطيع أن نحقق هذا الانتصار يا شيخنا ويا شعبنا الفلسطيني أينما كنت في العالم. فجر لكم لآخر المسائية دكتور جمال حويل، تفتح مسائيات. على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر دكتور جمال حويل، عضو المجلس الثوري في حركة فتح، ضيفنا من جنين. شيخ نافذ عزام، عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من قطاع غزة المحاصر. شكرا لكم مشاهدينا أينما كنتم. المسائية انتهت، دائما للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.